اليوم دخل لي الفار للدار عندي وبغيت نصلحه. ايوا قالوا لي خصك تحل الفار وداكشي. ملي كنمشي نشي واش كيحسوني بحال لا بيديروا عمليه جراحيه على الزين بصرانه الزايده ولا المراره. شوف السيد كيفاش كيبين هادشي ساهل، تقول كل راه خصنا نخدمو السخون ونفتحوها ونعاودو نجيبو كل حاجه بلاصتها واللي كاد ديالها. هادشي والله ما قدام الكاميرا شفنا واش كيعلم الناس كيفاش كيخدمو خدمه نقيه. الله يبارك سلوكه، كلشي عارف اش كيدير، عندو الشيما باش يعاود يرد كل حاجه كيحطها في بلاصتها، كيعرف باش منين كان كيرد يدير، عندو لي برودوي باش كي اي حاجه كينقيها كيغسلها. اودي زعما الاسبوع هذا نسمي اسبوع الفقسه، لان هادشي هذا بغينا يولي في المغرب، بغينا الدوله المغربيه تحرك باش هادشي يولي بحال هكا. الدوله بطبيعه الحال من خلال تدعيم المثاليات المثاليه ديال الطلبه وحتى الدراري خصهم يحضروا شويه ريسو، شويه عند الدراري اللي قاريين خلو معاهم في شراكات.